أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد متجدد معكم على الحب والخير والبركة في برنامجكم الإسلام والحياة. لازلنا وإياكم بصحبة صاحب الفضيلة مفتي عام ليبيا الشيخ الدكتور الصادق عبد الرحمن الغرياني. نرحب وإياكم بفضيلتي. مرحبا بك دكتور. مرحبا بك يا سامح. أهلا وسهلا خطيبة. طبعا المواضيع كثيرة، لكن نحن علمنا ديننا الأولويات. نعم. وموضوع لجنة الستين وسلسلة هروب المجرمين إلى آخره، هذه قضايا نتناولها إن شاء الله في هذه الحلقة ونصيحة للناس. نعم. مشاهدينا الكرام، يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام التي سوف تظهر تباعا على الشاشة، وكذلك عبر صفحتنا في الفيسبوك لمن لم يتسنى له التواصل. وأشير للأرقام للإذاعات المسموعة التي تربط على الهواء معنا في هذا البرنامج، وهي الأرقام التالية 021 طبعا مفتاح طرابلس 3346497، هذا الرقم الأول. الرقم الثاني 3346498، الرقم الأخير 3346499. نبدأ على بركة الله. دكتور، نحن مقبلون بعون الله تعالى على اختيار لجنة الستين لصياغة الدستور الليبي بإذن الله تعالى، والناس يعني بين إقبال وإدبار، والحالة التي يمر بها الناس لبعض المواقف في المؤتمر الوطني سيرت لهم نوع من الإحباط، فواحد يقول لك ما ننتخبش، واحد ندمت على الانتخابات، واحد يقول نستمر وكذا. فالسؤال هنا ذو شقين. أول شيء، ما هو واجب الناس تجاه هذا الاستحقاق وهذه المرحلة والمنعطف الخطير في تاريخ ليبيا بعد ردح من الزمن؟ هي اليوم تريد تصنع دستورها. والشق الثاني، ما هي معايير اختيار هؤلاء الذين سوف يكون لهم يعني المكان ويكون لهم الشرف في صياغة الدستور الليبي؟ تفضل دكتور. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإني أحييكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، وكما ذكرت، الناس الآن يعني هناك نوع من التردد، وربما عند بعضهم حتى إحباط. نعم. بسبب التجربة القاسية التي مروا بها في الانتخابات السابقة، وأنهم لم يستطيعوا أن يتوصلوا إلى إفراز يعني العدد المرضي عنا في المؤتمر. للأسف المؤتمر فيه لا شك أن هناك جماعة يعني خيرون ومؤهلون لهذا العمل، وفيهم نسبة كبيرة يعني هكذا دخلت المؤتمر ولا تحمل قضية ولا يعنيها الأمر ولا تحس بالمسؤولية، مجرد تمضيه وقت وعدد وأرقام محسوبة. فهذا حصل بسببه يعني رد فعل وانعكاس على الناس دون السقف المتوقعين للناس. نعم، في أول اختيار واستحقاق. أول اختيار واستحقاق، يعني وجدوا ناس يعني بعيدين كل البعد عن المهام الملقاة عليهم، ويتصرفون بلا مبالاة، وسلوكهم وشيء يعني حتى الأشياء السلوكية أحيانا تؤثر عند بعضهم. نعم، عند بعضهم. نعم. نعم. لما الإنسان يختار على أنه يمثل أمة ويمثل بلد، ثم بعد ذلك يخرج عنه سلوك سيء مشين ويقسم يمين الأمانة ويقسم يمين أيضا على أنه يعني يأتي بكل الأشياء ويحافظ على الأمانة ويحافظ على البلد وعلى الأمة والعدل وكذا، ثم بعد ذلك السلوك يختلف، هذا يصيب الناس بردة فعل يعني لا يعني ليست محمودة.
لكن هذا أقول لا يجوز، ينبغي أن يستفيدوا الناس، يجب أن يستفيدوا من التجربة السابقة، يا سلام، ويحزموا الآن ويعزموا أمورهم ويحسنوا الاختيار، المشاركة في هذا الاقتراع القادم الآن على لجنة الستين مشاركة فرض كفائي واجب لابد الناس، لأن إذا الناس الخيرة لا تشارك فيه إذا تترك الفرصة لأن نعيد نفس التجربة السابقة. سبحان الله. يأتي بدل ما أنت تتحصل متى على نسبة عالية من الناس أصحاب الكفاية والخبرة والذين يعني همهم هو مصلحة الوطن وإقامة الدين ومحاربة الفساد والحفاظ على أهداف الثورة، بدل هذا تجد ناس نسبة أخرى يعني يعمل نفسه في مكان وفي مركز بحيث يعمل علاقات ويعمل وسطات. نحن نتجه للأسوأ بالطريقة هذه لو عزف الناس عن الانتخاب. نعم صدقت، ولذلك الآن لابد أن يكون هناك نوع الوعي والاستفادة من الدرس السابق، بحيث أول حاجة يكون الاختيار على أسس المعايير الموضوعية الصحيحة الوطنية والأمانة والدين والخلق والقوة في تحمل المسؤولية، لأنه لا يكفي أن الإنسان يعني هو رجل طيب ورجل لباس وهو يعني من أهل الصلاة وأهل الصلاة، هذا غير كافي، لأن يعني عمر رضي الله تعالى عنه يعني يتبرأ الله ويقول اللهم إني أشكو إليك جلد الفاجر وضعف التقي. الله أكبر. الناس اللي هم أتقياء وكويسين ضعاف، في الوقت المناسب تجد يا إما يغيب عن الجلسة يا إما يشتغل به أمر آخر ويراه قربة، مع أن المكان اللي هو فيه لما يقيم فيه الحق ويقوم فيه العدل ليس هناك شيء يقرب الله أكبر من هذا الأمر. يا سلام. من أقام العدل، من أقام الحق، سواء كان في الحكومة في المؤتمر في مسؤوليته في إدارته، وأقام الحق وأقام العدل ونصر الدين ونصر المظلوم، هذا مع النبيين والصديقين وعلى يمين العرش يوم القيامة، على يمين الرحمن ويوم لا ظل إلا ظل العرش الرحمن، هذا أكبر شيء وأعظم شيء يقرب الله عز وجل. لا ينسى، ما ينبغي أن يزد فيه وينشغل عنا بأمر آخر ويقول هذا عبادة ولا طاعة. يعني أنا أحيانا اليوم مثلا إنسان أدى فريضة الحج، مثال هذا واقعي، أدى فريضة الحج في السابق والآن يريد أن يحج نافلة، ويتغيب على مؤتمر وطني ولا يتغيب على حكومه ويتغيب على ادارته، والوضع كما نراه الان يعني كل يوم يزداد سوء، والوضع الامني يعني يفسد، والناس تخرج من السجون، والاجرام يكثر ويزيد، وهو في ثغر من الثغور يهرب منه ليؤدي تطوع في الحجر. اقول لا لا، لا ينبغي هذا. او حتى يعني بعض الناس يفرح بان تسند له مهمه، يقول انت عندك بعثه الى بريطانيا او الى تركيا او الى كذا لتستفيد من التجربه. لا، التجربه الان في الميدان. صحيح. لا تخرج من الميدان. هذا هو الامر الذي ينبغي، فالناس عليها ان تشارك بقوه في هذه المساله. هذا تحدي لان امام الناس الان. تحدي صدقت، لان اذا كان الناس الخيره لا تشارك وتهرب من الميدان معناها ابشر بتجربه اخرى فاشله وحتكون قاصمه قاطعه. ما في، فالغرض ان الانسان في الاختيار لا يكفي ان يختار الانسان يقول هذا رجل مصلي ورجل صالح، لا، لابد ان يكون قويا امينا يتحمل المسؤوليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لابي ذر لما ساله الاماره منعه منها، قال لا تولي على اثنين حتى اثنين لا تكون اميرا عليهم. لكن منزلة ابي ذر من الدين معروفه، النبي صلى الله عليه وسلم قال في حقي ما أظلت الغبراء ولا أقلت الخضراء أصدق لهجة من أبي ذر. الله أكبر. ما في أصدق لهجة منه، ومع ذلك أراه غير مناسب. هذا من ناحية الناس اللي يعني ينبغي أن يتقدموا، أيضا ينبغي الناس اللي يرشحون أنفسهم لهذه المهمة عليهم أن يعرفوا أنها إمارة وأنها ولاية. الله أكبر. وأنها ندامة. خزي وندامة يوم فاللي هو يرى نفسه أنه غير قادر عليه وليس عنده القوة على أن يتحملها على الوجه الصحيح ليحافظ على أهداف الثورة وأهداف الدين، إقامة الدين ومحاربة الفساد والوحدة الوطنية والأمور اللي قامت مجلس الثورة. إذا كان يعرف نفسه أنه لا يقدر على الحفاظ عليها، هذا غير مؤهل، وما ينبغي حتى لو كان رجل صالح ما ينبغي أن يتقدم. والناس عندما ينتخبون ينبغي أن ينتخبوا على هذا الأساس، القادر القوي الذي يستطيع أن يحقق لهم أمالهم وحقق رغباتهم ويحقق أهداف الثورة. أما أن إما أن يعزف لا يشارك أو
يشارك وينتخب على أساس قبلية ولا جهوية ولا عصبية ولا صداقة ولا قرابة، هذا من سوء الحال، وهذا يدخل صاحبه النار. الناس لا يجوز، حرام عليهم أن يتناصروا بقبلية، هذه جاهلية، هذه جاهلية انتهت. ينبغي المسلم اللي ليس فقط حتى متدين، المسلم الواعي الوطني اللي هو في مستوى أن يمكن يعد مواطن صالح، لا يجوز، لا يقبل أن يكون اختياره بناء على أن هذا من جهتي أو من قبيلتي أو ناصره بالباطل وناصره بالظلم. هذا إثم كبير، لابد الناس أن تكون واعية في هذه المسألة. يعني الاختيار هذا يعتبر جزء من الأمانة يا دكتور؟ نعم لا شك في ذلك، هي شهادة، هي شهادة، إما أن تكون شهادة زور، وإما أن تكون شهادة بحق، وإما ألا يشهد ويكون من يكاتب للشهادة، الله أكبر. ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. بعض الناس يقول لأني لا أريد أن أشهد لهذا ولهذا، أنت تكتم الشهادة. يعني الإنسان الذي لا يشارك يعني الآن في انتخاب لجستين، هل نستطيع، وهو يعرف أن فلان من الأخيار وفلان قوي، هل يعتبر كاتب للشهادة؟ ما في ذلك شك، إذا كان يعرف في منطقته أن إنسان يمكن يؤدي دوره ويكون عضو فعال في إقامة الدين والحفاظ على الوطن ومحاربة الظلم وإقامة العدل، ومع ذلك هو لا يناصره ويخذله، إما أن يختار غيره فيكون شاهد شهادة زور، وإما أن لا يشهد لا لهذا ولا لهذا فيكون كاتما للشهادة. والله تبارك وتعالى يقول ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. لا إله إلا الله، بارك الله فيك. يعني هذه رسالة، أن نحن الآن في مرحلة التحدي وننطلق للأمام ولا مكان للإحباط، ونحسن الاختيار. دكتور، الموضوع الآخر هو يعني من القضايا الحية في البلد، يعني وانت عارف البرنامج يتناول قضايا الناس، يعني ما يسمى بإعلان إقليم برقة، وما حدث حتى في اليومين من الشقاق واختلاف، ونسأل الله يهديهم. لكن أنا لست ضد مثلا الفيدرالية ولا أنت كيعرضها الناس كفكرة وتعرض للاستفتاء بطريقة سلمية وإقناع وليس بالقوة، لكن المشكلة اللي حصل الآن هو يعني طول مدة إغلاق المرافق النفطية ووضع الحكومة في معالجتها لإغلاق المرافق النفطية وكذلك نقص الإنتاج. يعني هل من كلمة لهؤلاء الله يهديهم، وكذلك للحكومة في تسيبها وسهولتها في هذا الموضوع؟ نعم، هما قضيتان وكل منهما وحدها داهية من الدواهي، وكل منهما تقسم الظهر. نعم. أما فيما يتعلق بما سمي بإعلان برقة، وخرج عليه هذا الأسبوع شخص وتكلم وقال إنه يعني أعلن حكومة، أعلن حكومة. أنا أقول هذا ليس في ذلك، معناه أنا الآن في هذه المرحلة ضد الفيدرالية، لا أجامل. نعم. ضد الآن لابد من الوحدة الوطنية كفكرة. نعم. طريقة. نعم. التعبير. نعم. نعم. حتى لا يساء فهمنا. نعم. الآن في الوقت الحاضر لا ينجي البلد ولا ينقذها ولا نكون أوفياء للثورة وأهدافها إلا إذا كنا كلمة واحدة. نعم. من انتصر الناس على القذافي وعلى أكبر قوة ضارب في ذلك الوقت، والتواء عندما خرجوا عدد قليل وعاري الصدور وليس عندهم استعداد، من كل القبائل ما نصرهم إلا جمع الكلمة. لو من ذلك الوقت قالوا إقليم برقة نبو فيدرالية وبسبها نبو فيدرالية، والله لا تقوم لهم قائمة. صح. لكن ما نصرهم الله عز وجل إلا بجمع كلمتهم ووحد صفوفهم، جميع فئاتهم وطبقاتهم وأطيافهم مهما كان توجههم، كان توجه كلمة واحدة بصوت واحد ضد هذا العدو المشترك. بسبب ذلك الله عز وجل هكذا أعتقد أن الله أيدهم ونصرهم. نعم. الآن هذه المرحلة ما زالت، بل هي أشد وأخطر من المرحلة السابقة. لا زال العدو الآن متعدد، في ذلك الوقت كان عندنا عدو واحد، الناس كلها متوجهة. الآن أصبحت العداوات من جهات متعددة، أصبحت دول عندها أطماع وجهات وعملاء وأنصار الندم السابق يشتغلون في الخارج وفي الداخل، وهذه كلها يعني مصالحها مصالح واحدة، وهي الآن تستفيد من أي تفرق، من أي اختلاف في الرأي تستفيد منه. فالذي أنصح به الناس الآن أن يرجعوا إلى وحدة الكلمة، إلى جمع الصف. نعم. لكن جمع الكلمة مش على الضلال، جمع الكلمة على الحق، على الوحدة الوطنية. نعم. على تحقيق أهداف الثورة، من غير مماطلة، من غير تسويف، من غير تلوين، من غير نفاق، من غير كذب. نحن واضح الأمر،
لما قام الناس على القذافي يعرفون لماذا قاموا. صحيح. قام يعني الدولة ما فيها الشفافية، فيها تلبيس، فيها تدليس، فيها كذب، فيها تزوير، فيها سرقات، فيها قتل، فيها سجون. صحيح. الناس الآن يعيشون نفس الأوضاع السابقة وأشد منها، فما زال الأمر كما هو. الآن الحق واضح أصبح. لماذا نبحث عن طرق غير صحيحة؟ الآن لابد أن تجتمع الكلمة على أهداف الثورة. أهداف الثورة لا يجوز أن نفرط فيها. من أهداف الثورة إقامة الدين، من أهداف الثورة حفظ الوطنية، الوحدة الوطنية. من أهداف الثورة محاربة الفساد المالي والإداري. الفساد المالي والإداري في عهد حكومة القذافي بلغ ترتيب ليبيا 140 و45 يعني من 160. الآن ربما هي في 160 ليبيا في الفساد المالي والإداري. يعني زادت تردت الامور. كنا نتوقع بعد عامين من الثوره كنا نتوقع ان تكون في مصاف الدول العربيه على الاقل في العشرينات او في كذا، لكن للاسف الامر يزداد سوء. سب اذا هذا الوقت هذا لا يسمح بمزيد من الانقسام، لا بفكره فيدراليه ولا بانقسام. لكن الذي حصل في اعلان ما سمى باعلان برقه هذا ليس فيدراليه، هذا إعلان جمهورية داخل ليبيا، إعلان دولة. نعم. الرجل أعلن على وزارات وحقائب وسمى أصحابها وأعلن على حدود الدولة غربا في الوادي الأحمر وشرقا في السلوم وجنوبا في تشاد. إذا كان هذا ليس انفصالا وليس الدولة المراكيف كل انفصال، هذا ليس فيدرالية، هذا أمر خطير. لكن على الجانب الآخر الذي الآن يقلق الناس بصفة عامة السلبية تجاه هذا الأمر. يعني ما الذي يجري الآن الناس على أن تأخذ القانون في يدها؟ كل واحد يستعمل القانون في يده ويتصرف فيه. صحيح. من عنده رغبة أن يستولي على بئر نفط يستولي، وعنده رغبة أن يمنع الناس من الماء يمنع، من عنده رغبة أن يمنع كهرباء يمنع. ما الذي جرى الناس على، من عنده رغبة أن يقتل ويفجر يقتل؟ الذي جرى الناس على هذا هو التهاون والتساهل في من الدولة ومن المسؤولين ومن الحكومة ومن المؤتمر في مواجهة هذه المسائل. أنت أمين، أنت أمين عندما تتساهل ولا يخلو الحال إما أن تكون قادرا، فعليك أن تؤدي دورك وتؤدي واجبك وتتحمل مسؤوليتك. كنت غير قادر قل أنا والله لا أقدر، هذه الأمانة التي تحملتمونيها لا أقدر عليها، سلمها لأهلها فتنجو عند الله. هو يقول أصبروا أصبروا تأخذ وقت بشوية ليبيين. لا لكن انظر مع الصبر الآن، لأن الأمور تتدهور شيئا فشيئا. أنا سمعت بالفعل في بعض التصريحات في الحكومة يقول يعني احنا سنصبر على هؤلاء الذين يعني يمنعون النفط، ولكن لم نصبر عليهم طويلا، ولن نصبر الى اذا كان هذا اللي صغير ما كيف يكون الصبر الطويل. الان البلد دخلت في خسائر بين 7 مليار و10 مليار. صحيح. والناس والميزانيه مهدده، ميزانيه الدوله في الحكومه هذه وربما حتى في الحكومه القادمه وفي السنه القادمه الميزانيه القادمه مهدده، لا تفي بمرتبات الناس. يدخل الاحتياط الآن في الاحتياط، وبعد ذلك مع يكمل الاحتياط يبقى واحد من اثنين من الناس لا يجدون قوتهم ويجوعون بسبب جماعة تريد أن تستولي وتتصرف باسم بدعوى أنها تريد أن تحمي النفط. هذه حماية نفط؟ هذه سرقة نفط، ليست حماية. صحيح. أنت تمنعني من قوتي، هذه ثروة الشعب الليبي كله. صحيح. وليس عندك دليل ولا صغير ولا قليل ولا كثير تقدمه للقضاء ان النفط يعني من اجل الادعاء اللي تدعيه، لا دليل عليه على الاطلاق. صحيح. قدم دليلك ان كنت عندك دليل، لازم انك تمنع الناس. لكن هذا شوف يؤدي الى مسائل خطيره جدا، الى هذه الخسائر الفادحه الكبيره في المليارات، الى تدمير بعض الابار وتصبح هي مشكله مزمنه. يموت البئر، يموت البئر، وتنتهي هذا خساره. صح. مستمره. الأمر الآخر عندما الدولة الحكومة ينتهي الاحتياط بتاعها ماذا تتجه؟ تتجه إلى البنك الدولي. أيوة. وتلك هي طامة. وتلك هي الطامة، الطامة القاسمة الظهر التي لا تقوم بعدها الدولة، لا تقوم لها قائمة. كل الدول الفقيرة التي مدت يدها للبنك الدولي من عشرات السنين مثل مصر وغيرها من الدول الفقيرة أمرها لم يفلح على الإطلاق. سبحان الله. لأمرين. الأمر الأول لأن دخلت في حرب مع الله على مستوى الدولة مش حتى الأفراد، وهو الربا، لأن القروض هذه بتاع البنك الدولي كلها قروض ربوية. نعم. ولما تبقى تحارب الله سبحانه وتعالى إلى أين تصل؟ تصل إلى الهوان. الله. إلى المذلة، إلى القهر. وذلك صارت هي رقابة هذه الدول تحت
سيطرة الدول الكبرى، البنك الدولي تملكه الدول الكبرى، فتبقى تلك الدول رقيق، هذا الرق في العصر الحديث، هذا الرق بارك الله فيك، يبقى مستعبد، تبقى هذه الدول مستعبد استعبادا كامل، لا تملك قرارها، لأنها إذا أرادت أن ترفع رأسها في أي قضية وطنية أو قومية أو إسلامية مهددة بوقف المال، فيجوع الناس فتضطر، فيبقى صاغرة، تبقى الدولة وحكوماتها تبقى مدة عمرها صاغرة ذليلة حقيرة من أجل مدت يدها للبنك الدولي، واقترت وحاربت الله عز وجل وأخذ بالرؤى. فأنا أحذر الدولة، أتمنى عليهم من كل قلبي ألا يقتربوا بهذا الأمر، حتى لو جاع الناس لا يمدوا أيديهم للقروض من البنك الدولي، هذه بداية الاحتلال، بداية الاستعباد، لأن هذا هو الاحتلال الحقيقي، هذا هو الاستعباد الحقيقي، ليس استعباد الجيوش، الجيوش تقاتلها وتخرجها، لكن يستعبدك في القوت وتبقى أنت تأكل الحرام وتبقى كل ما تريد أن تفعل شيء لا تملك قرارك، هذه المصيبة التي ما فيش منها مخلص. إذا استعبدونا في الأقوات يعني أبت سياسة الإملاءات، افعل ولا تفعل. افعل ولا تفعل. كالعب. فالغرض اللي وصل الموضوع إلى هذا الحد هو التهاون في التعامل، سواء كان في، هل سمعنا في إعلان هؤلاء الناس اللي أعلنوا دولة داخل دولة، تعدوا على السيادة الليبية واقتطعوا قطعة من التراب الليبي، وتعدوا على الوثيقة الدستورية للناس توافقت عليها، وتحدوا كل شيء، ومع ذلك ما سمعنا حتى تنديد قوي يهددهم بتطبيق القانون. أنت عندك قانون، رئيس دولة ولا مؤتمر ولا نيابة، عندك قانون لابد أن تقدمه وتعمل أمر بالقبض على هؤلاء الناس، سيادة، اعتداء على سيادة الدولة، كيف السكوت؟ كيف؟ وأنا متأكد أن حتى الناس الذين يعني بدأوا عملية النفط واستولوا على الموانئ ووقفوا النفط، أنا متأكد أنهم ما كان في نيتهم أن يستمروا طول هذه المدة شهور، كان بيجربوا يوم واثنين والثلاثة زي ما يجربوا أي ناس، يقفلوا طريق وكذا، لكن لما وجد الأمر مستساغ والحكومة والحكومة متهاونة معهم، بل يفاوضونهم ويعطون لهم أموالا من أجل الدعوة أن هذا من أجل يحقق المصلحة ويدفع أكبر أعظم الشرين، ومع ذلك شغل طبعا استخباراتي، هذا شغل استخباراتي، لكن ما نجحش، لأنه لأن الذي يعتدي بهذه الصورة هذا يبتزك، صار ابتزاز، مع أن الحكومة حاولت تضرب الضعف وتعطي المال، الرجل خرج اليوم في ثاني يوم في الإعلام وصرح قال الحكومة دي ترشيني، لأن فضيحة، فضيحة الحكومة، كيف تقدم على ثقة نهائي، ما فيش ثقة، لأنه لا يستحق أن يعني يعطى مال، يستحق أن يطبق عليه القانون، هكذا كان الواجب، لو طبقوا عليه القانون ما هو بيوظفها في رصيده بيجمع الناس حوله يعني، والرسالة بلغت هي، ونسأل الله أن لكن لا ما هذا ما كان هذا العلاج، هذا صحيح. كان صحيح. العلاج أن يطبق الذي يجعل جرائم كل يوم تتوسع وتكثر ولا يقضى عليها هو التهاون، لأن ما وجدنا ولا جريمة واحدة من الجرائم مثل الناس المجرمون وقبضوا عليهم وقدموه في المحاكم، كلها ضد مجهول، كيف يكون ضد مجهول؟ هذا غير مقبول. إذن هذه رسالة واضحة، والذي لا يستطيع أن يتحمل المسؤولية يقدم استقالة. طبعا هذا الواجب، هذا اللي يبرئ ذمته أمام الله سبحانه وتعالى، ولا يقول واحد، بعض الناس لما تقول هذا الكلام يظن أنك غير ما تبيش يتحمس، لا بالعكس، والله يعني لسنا ضد شخص بعيني، والله على الرأس والعين، لو يأتي إنسان كفو ويقيم العدل والحق إن شاء الله يأتي من المريخ، والله نضعه فوق رؤوسنا، ونكبره ونجله ونحترمه ونعطيه كل ما يريد من التقدير. لكن أن بعض الناس لما تكلم الكلام هذا يقول لك والله لو نترك حنية ولا نترك كذا الأمور تخش بعض، أقول هذا من باب الإعجاب للمرء بنفسه، وهذه إحدى المهلكات. كان الواحد يبقى يقول أني والله لو مش أني المسألة تضيع ويعم عليك، ولا بلاد تدخل في دهليز وظلمة، هذا كلام فارغ، هذا كلام لا يقول المسلم، هذا المسلم يخشى على نفسه إذا قال هذا القول، مع أن هذه إحدى المهلكات تهلك الناس. صحيح، إن شاء الله القيم هذين بس يعرفون أن مشكلتهم القيم هذين العجب والغرور، وإن شاء الله تخطر عليهم إن شاء الله. دكتور، الموضوع الآخر ضمن محاور الحلقة، ونحن طبعا هنستقبل اتصالات بالأرقام التي سوف تظهر على الشاشة، ظاهرة إطلاق المساجين، يعني كل مرة تسمع أفواج من المساجين في عين زارة، في غيريان، في بنغازي، في سبها، يعني هذا ألا يوحي ولا يومي بمؤشر خطير، أو هناك أيدي تعبث في البلد لإدخالها فوضى؟ صحيح، والله هذا أيضا إضافة، هذا ثالث الأسافي، هذه الثالثة القاصمة أيضا الآن اللي نعاني منها هو انتشار المجرمين.
في أنحاء ليبيا. صحيح. مجرمين من الداخل ومجرمون من الخارج. الجهة الشرقية فاتحة أبوابها يدخل منها من ذب وهب، الجهة الجنوبية واسعة جدا يدخل منها من ذب وهب، المنافذ الأخرى ليس فيها ضبط وليس فيها منظومات وليس فيها قوة رادعة حقيقية بحيث كل ما يدخل يعرف من هو، هل هو معك ولا عليك. هذا بالإضافة إلى أن بتصريح مسؤول وزير داخلية سابق بلساني سمعته يقول لحد الآن، لحد وقته، لأن بعده خرجت ألاف بعده، لحد وقته يقول الآن منذ قيام الثورة حرب التحرير مع القذافي لحد الآن هرب من السجون 36,000. بربك بلد ينتشر فيها 36 مجرم محكوم عليه بالإعدام ولا بمخدرات ولا بأي صورة من الصور ولا ما انصار النظام السابق ولا كذا، كيف تتوقع أن يكون تم فيها إصلاح؟ السؤال أولا كيف يهربون؟ هم يهربون الآن، لا يهربون من سجون اللي الآن الحملات تقوم عليها هؤلاء الثوار عاملين سجون تحت الأرض وكذا، احنا ضد التعذيب وضد هذا، لا نقر لا ثوار ولا غير ثوار، هذا الكلام كله نقدر، لكن البديل الذي هم الآن يشنعون بأولئك الذين يسجنون الناس في بيوت وكذا، وفي الوقت نفسه يسرحون المسجونين من السجون الحكومية الرسمية. أن يخشى اليوم من الأيام يقول لك عبد الله السنوسي وجماعته وسيف وجماعة كلهم هربوا، والله هذا توقع. إذا كان 36,000 مجرم يهربوا، من مسؤول عن هذا؟ الحكومات المتعاقبة كلها مسؤولة عن هذا. يعني لما ننظر الظروف اللي هرب فيها 1000 سجين أو 1200 سجين من سجن الكويفية، هذه الظروف تشعرك بأن هؤلاء الناس قادرين على أن يتحمل مسؤولية؟ وزير العدل نفسه يصرح يقول يعني لأن الحماية كانت ضعيفة والصاعقة ما عرفش كذا، ما بقي العدد قليل، وهؤلاء مئة توطي شوية دكتور، وهؤلاء لا لا اسمع اسمع الكلام، أنت اللي اسمع الكلام استغرب من مثال قانوني، رجل قانوني، رجل صاحب قانون محامي، يقول خاو 200 وما عكش في عنده خيار إما أن يموت 200 وما يعني، هل هذا كلام يقوله إنسان مسؤول يرضى نفسه يقول هذا القول؟ أنت عندك قانون، أنت رجل قانوني، لما ناس بيخرجوا بالقوة من سجن القانون ماذا يقول لك؟ هل ما فيش خيار إلا أن تقتل 200 وتترك المجرمين يخرجوا 1200 يخرجوا؟ هل ما فيش إلا هذا الخيار؟ أليس هناك خيار آخر؟ أين المعدات اللي ميزانية وزارة الداخلية 3 ما يقل من 3 مليار؟ وين خراطيم المياه الساخنة؟ وين القنابل الغاز المسيل الدموع؟ كاميرات، وين الكاميرات؟ وين اطلاق الرصاص على الارجل؟ وين هذا كله؟ وين غايب عليكم؟ يا وزير العدل، يا وزير الداخليه، يا حكومه، كيف تسمحون ان يخرج هذا تخرج هذه الاعداد من السجون وتنتشر وسط الناس وتقتل كل يوم؟ من مسؤول عن هذا؟ انتم مسؤولون قطعا لا شك في ذلك. لا يبرئكم هذا، ما في شيء يبرئكم من هذا الامر، لانك اذا عاجزت ما عندك حل. اما ان تؤدي الامانه على وجهها الصحيح وتحمل مسؤوليتك، أو تقول يا ناس يا ليبيين أشكركم على هذه الثقة التي وضعتمها، والأمر أكبر مني وأكبر من غيري، أنا عاجز. هذا الواجب، هذه الشهامة، هم يعلنون هذا الدين، هذا الإيمان، يعلنون أنهم سيقدمون استقالاتهم ثم لا نسمع تقديم استقالات. هذا ما سمعناه من كثيرا، سمعناه من كل الملوك ومن كل الرؤساء ومن القذافي ومن غيره والجبهيات. هذا كلام الإنسان. إحنا الآن نفترض أن عندنا عصر ليس ذاك العصر المظلم، احنا شفافية الآن، عندنا شفافية وعندنا حرية وعندنا حقوق الناس يجب أن تطالب بها. فالناس مسؤولون على هذه المسائل. الإجرام الآن في مدينة بنغازي وفي غير مدينة بنغازي، الناس ما عاش خلاص فدوا. يعني أخشى أن يكون كما ذكرت أن في جهات يعني متواطئة في السجون ولا في الوزارات ولا كذا، في مفوضة منظمة لإدخال الناس في دهليز يرضون بعد ذلك بأي وقع. يوصلون إلى نقطة. أيوة. يقول لك يا ما بها وضع القذافي، احنا كنا يعني في بيوت الأمين، لأن ما للثور. فهذه هي الذي أخشى أن الآن هي الناس، فالحكومة مسؤولة، يجب أن تضع حد لهذا حتى نصل إلى تلك النقطة. المؤتمر الوطني مسؤول حتى نصل إلى تلك النقطة. فالإجرام الأسبوع هذا سجن عين زرة خرجوا منه، هربوا منه جماعة، سجن في غريان خرجوا منه جماعة حوالي 100 واحد، وكلهم أصحاب إجرام، كلهم حشيش وواحد مخدرات وداخلين من تشاد وداخلين من جهات أخرى.
فالامر هذا يعني ما ينبغيش هذه المسرحيه ان تستمر بهذه الصوره، والا كيف زي كما قلت يمكن بعد شويه حتى الناس هذول اللي هم قبضوا عليهم عبد الله السوسي وجماعته وكذا يخرج عينه يقول والله هربوا خلاص، ماذا نصنع بعد ذلك؟ بارك الله فيك. استقبل اتصال. نعم، السلام عليكم. احمد. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام يا احمد. عليكم السلام. مرحبتين اخي احمد، اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا حياكم، كيف حال الدكتور صادق؟ حياكم. الله يسلمك. اهلا وسهلا بك، تفضل يا احمد. ربي يحفظكم ويكون في عونكم ان شاء الله. يسلمك، بارك الله فيك. والله يا دكتور اسامه انا نطلب طلب منكم ومن الشيخ الصادق ان يكون تركيز منكم يعني رجال الدين توضيح الامر وما تقول عليه الدوله من ناحيه مثلا فتاوي ومال الدوله وعقاب الناس من ناحيه دينيه، عقاب عند الله سبحانه وتعالى، يعني مهما تكون مطالبهم يعني حيكون مش جايز ان هم يعطلوا مصالح الدوله وقوتها وباعتصاماتهم، سواء مطالبه زي توا باللغه او مطالب قوتنا مثلا الطوارق والتو، مش بالطريقه هذه، لان هذا يعني هذا حرام. نعم. هذا يمس جميع الليبيين، يعني ارجو ان التركيز في ندوات، وربي يحفظكم انت الشيخ الصادق لو تبذلوا مجهود اكثر. ان شاء الله ربي يعين، ان شاء الله بارك الله فيك يا اخي. لازم توضحوا الحاجه الثانيه، معلش يا دكتور صادق، توا الناس تتكلم بدون وعي على يعني حكايه الاخوان وحكايه كذا يعني نبوا حتى توضيح من ناحيه هذه في حيث شنو مثلا المنهج والفكر وكذا باش يعرفوا الناس. نعم يعني نعم. طارحين فيها هم فاهمين شيء ويفتوا منهم لهم، وزي في الـ في الـ في الـ في الـ في مواقع مثلا التواصل الاجتماعي وحاجات هذه، صراحه الامر رهيب. والحاجه الثانيه توضيح حتى الفتاوي للحكومه في التهاون هذا ما يجيش. نعم بارك الله فيك يا احمد. استخدام القوة او لا يعني خلاص. شكرا. طيب واضح سؤالك يا احمد، بارك الله فيك. الله يحفظكم وبارك الله فيك. الله يحفظك انت، بارك الله فيك. نعم سناء. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اهلا سناء، تفضلي. اهلا شيخ اسامة، تحية لك وللشيخ الصادق الغريان. اهلا وسهلا بك يا اختي، تفضلي سؤالك. كفاك كذبا يا مفتي الناتو. شدوا الجرذان ما تخافوا منهم. شدوا الجرذان ما بارك الله فيك يا سناء. نعم. بعد سنة من مش عنده نفسه مصدور رمضان طيب ايه زمان ما قدروا يسبوا حد على الهواء صح ولا؟ السلام عليكم. عليك السلام. نفسه مصدور يعني نفسه مصدور. نعم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ أسامة تحياتي لك، وأشهد الله أني أحبك وأحب الشيخ فضيلة الشيخ المفتي في الله. أحبك الله يا رمضان، تفضل يا أخي رمضان. بارك الله فيك يا فضيلة الشيخ. أفتي الشيخ بالله، ابنتي من المتفوقات في الدراسة. نعم. وتحصلت على الترتيب الأولى. ما شاء الله ما شاء الله. تخرجت من الجامعة وحملت كتاب الله في نفس الوقت. الله أكبر. شيخنا صدر لها قراران، قرار تعيين كمعيدة في الجامعة في كلية الطب. نعم. وقرار آخر بالإفادة إلى الخارج. نعم. وهي ترفض ذلك بحجة أنه حرام في الإسلام. لماذا عليكم لماذا نعم. لماذا ترفض ذلك؟ بحكم الاختلاط. بحكم الاختلاط. نعم. فبالله عليك حاضر، تحياتي لفضيلة المفتي. ربي يبارك لك فيها ان شاء الله يا الله أخير. يبارك حسناتك وتحياتي لكم ان شاء الله. شكرا اخي رمضان. شكرا اخي، بارك الله فيكم. فيك بارك الله. نعم. اتصال اخر. اتصال اخر. طيب دكتور خليني نجاوبه على احمد حتى هو يصب في احد المحاور. يعني سبحان الله، يقول الذين يطالبون ببعض حقوقهم يعطون حقوق الناس ويعطون سير الدوله وتعطي واغلاق الحقول احيانا، وكذلك اشار لاخواننا التوارق والتبوا بعدم يعني بعض منهم ما بيش يشارك في لجنه 60 نتيجه حقوق وكذا، يعني يقول لنا احنا نبغى البلاد تمشي وتمشي قدام، فيريد منك نصيحه لهؤلاء يعني كيف يطالبون بحقوقهم. يعني هذا معروف يعني شرعا وقانونا لا يجوز لاحد ان يقدم مصلحته الخاصه على مصلحه الامه. صح. لا يجوز، لان هذه مبادئ واضحه في الشريعه الاسلاميه. ولكن قالوا لو انسان عنده مصلحة في أن يحتكر سلعة من السلع. نعم. هو عنده مال، الثاني ما عندوش مال. فأتى إلى سلعة من السلع متوفرة في مكان ما والناس يبحثون عنها، فجمعها كلها واشتراها عشان يخزنها، ثم بعد ذلك يبقى يطلعها عليهم بالقطارة عشان يشيطها عليهم وكذا. قالوا مهمة واجب الحاكم المسلم اللي بيقيم العدل ويرفق برعيته
أن يجي لهذا الشخص والمال كله اللي مخزنه يعرضه في السوق، يعطي فيه رأس ماله فقط ويبيعه للناس. لماذا؟ لأن هذا الرجل قدم مصلحته الخاصة على مصلحة الأمة، والحاكم من الواجب عليه أن يقدم مصلحة الأمة على المصلحة الخاصة. فإذا كانت أي جماعة عندها حقوق، عندها مرتبات، تطالب بلغة، تطالب بأي فكرة من الأفكار ليجوز مطالبها، ليس فيها تعدي على حدود الله، يجب عليه أن يطالب بها من خلال أوضاع الشرعية الصحيحة والقواعد الصحيحة، لا أن يستولي على مصلحة الأمة كلها ويختزلها هو في حالته الشخصية ويقول لابد أن أفرض عليكم هذا وهذا الأمر الواقع وأن تقبلوا برأيي وإلا أعمل فيكم كذا ولا أمنعكم من قوتكم ولا أفجر البلد. هذا إثم، معصية، حرام، لا يجوز تحت أي ذريعة من الذرائع، لا يجوز شرعا ولا يجوز قانونا. لا يجوز الإخوان التبو ولا التوارق ولا الأمازيغ ولا كذا يقول يا إما أن تضعوا كذا وإما أن نقفل النفط مع عشتاء. كيف هذا؟ هل أنا كعاقل يعمل هذا؟ صحيح. يعني هذا يضر بالوطن. أنت في هذه المسألة خرجت يوم، خرجت إخواننا في الجبل وفي المناطق والجنوب ما شاء الله، يعني قوم بجهاد عظيم واستبسلوا ورجال واثبتوا. هل من أجل هذا أنتم شهداءكم وناسكم ماتوا من أجل أن تتشتت البلد وكل واحد يستعمل حقه الشخصي مقابل الوطن كله؟ هل أنتم تريدون أن تقيموا دولة داخل دولة؟ هل تريدون دولة اسمها دولة الجبل أو دولة توارق أو دولة كذا؟ هل هذا من أهداف الثورة اللي قمتم من أجلها ومات أبناؤكم من أجلها؟ نعم. أنتم قمتم من أجل هذا ذكرته في الأول يا دكتور، النصر عجل الله به للوحدة، الوحدة. لا تنازعوا فتفشل وتذهب ريحكم. نعم. فالاستغرب الآن يعني كل مجموعة أحيانا على أشياء تافهة صغيرة، نريد مرتب، نريد كذا، عندنا حقوق. طيب عندنا حقوق، طالب بها واصبر وأسس الدولة. لما تكون الدولة دولة المؤسسات ما في حد يضيع له حق. والله بإذن الله لو الناس يعني تتضافر يعني تحرص على الحق وإقامة دولة صحيحة حقيقية، البلد فرص فيها غير عادية لكل الناس، كل مستوياتهم، التجار يستغنون والعمال والموظفون وكل الناس تعيش في رفاهية وفي راحة. أموالنا الآن ميزانية لما توصل هي 100 مليار وتقريبا ممكن 80 70 60% منها ذهب مرتبات، لكن مرتبات بالفوضى لأنه ما فيش دولة. صحيح. لو هذه الميزانية يعني يكون فيها عدل في صرفها، أليس الناس كلهم يعيشون كأحسن ما يكون؟ بلا. تعمل منها المشاريع الصغرى والمشاريع الكبرى والقروض للناس. احنا الآن نسينا حتى الضروريات. الآن الشباب يعني لا بعد الثورة ما حصلوا طريق في يتزوجوا، لا وين يسكنوا، لا حصلوا سيارات، إلا إذا كان إنسان يريد أن يزور ويلف ويدور يأخذ لهم 5 6 7 مرتبات، لأن الجو فوضى والناس هيك الفلوس تعطى من غير يعني نظام ومن غير ضبط وربط. فلو تعين الدولة أن تتأسس وقيموا الليل وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، إلى الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب من الذين فرقوا، يعني هذا مفرجين نحن الصراحة، فلهذا لازم يفتينا الشيخ فيهم. طيب يا طيب. بارك الله فيك يا عبد الله حسن. نعم، اتصال آخر. يونس تفضل يا يونس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يونس. مرحبا. تفضل يا أخي يونس. بالله الشيخ الصادق. معك الشيخ الصادق، تفضل. مرحبا. أهلا، مرحبا بك، أهلا وسهلا. الله يسلمك ويبارك فيك. بالله صوت الشيخ نبو نصر حكم شرط التعليم. صوتك يقطع شوية يا أخي يونس. كيش؟ خش مكان في تغطية بس. ليش حتوا فيها التغطية يعني؟ بنفس الجزيرة. سنقال؟ ما سمعتش يعني، قطع الصوت. حاول اتصال مرة ثانية يا يونس. إن شاء الله يربط معك الخط. محمد. نعم محمد. نعم أخي محمد. أيوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم محمد تفضل. ألو. أسمعك، نسمع فيك يا محمد، تفضل. يا شيخ نبي نسأل فضيلة المفتي، تو قال كلمة بالنسبة للحكومة، يعني في حال ضعف الحكومة تجاه زي الناس اللي دايرين فيدرالية دوما مسكرين النفط ومش عارف ايش. نعم.
يعني شنو يدير بالضبط؟ احنا مش انتقادي مجرد انتقاد هو المفروض، صح ولا؟ صح نعم. المفروض يقول شنو بيدير؟ راهو مثلا يا سيدي رئيس الوزراء شنو بندير؟ ما فيش لا جيش ولا قوات نظاميه للدوله. صحيح. يعني بنبعث مثلا الدروع، الدروع كل درع محسوبه على جهه، الوسطى محسوبه على مصراته، الغربيه محسوبه على غريان وزاد مش عارف ايش، تبدا حرب اهليه فعلا بعدين. صح. حتى الناس اللي معاه في الشرق الفيدراليه لما صح. بتجيهم انت درع مثلا من مصراته جاي، حتى ولو هو من مصراته جاي فكره انه يعني بيوحد الدوله وانه بيفتح النفط. نعم. شنو بيصير جماعه الشرق؟ بيجوا بياخذوها انه لا جماعه الشرق، وانت زي ما عارفين القبليه كيف احنا صح العصبيه نتاع القبليه البايخه دي كيف مغروسه فينا يعني. بارك الله فيك، سؤال وجيه. الشيخ فهمنا يعني صح شنو المفروض يدير. جميل يعني سؤال رائع. يعني مانيش ضد عليك انت كرئيس حكومه، انما عندك شنو يدير اصلا؟ شنو يدير؟ ما عندك شنو يدير. لان الدوله انا وانت وكل لو كل رئيس يعني حكومه ما عندهاش ما يدير كيف يصير؟ مش يستقيل. قصدي شنو الحل؟ علاش قاعد هو يستقيل؟ يجي واحد بدله يستطيع انه يفعل لانه ضعيف. شكرا محمد، ان شاء الله يجيبك شيخ. نعرف الامكانيات يا شيخ، نعرف المعطيات قدامنا وامكانيات الدوله طيب قدامنا ما عندهاش. طيب هذا اللي يعني والله اعلم. طيب محمد، طيب ان شاء الله. شكرا محمد. اعطيني عائشه ولا من؟ أم أحمد. نعم أحمد. أم عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام يا أم أحمد، أهلا وسهلا. نبي نسأل الشيخ يعني. تفضلي. ما حكم أكل المال العام؟ تمام. وما السبيل لمحاربة هذه الظاهرة المتفشية في ليبيا؟ بارك الله فيك يا أم أحمد. لا شكرا. شكرا، بارك الله فيك. أعطيني محمد. يعطيني محمد اخر اتصال يمكن باش يجيب الشيخ. نعم محمد. السلام عليكم. عليكم السلام يا محمد. كيف حالك يا اخي يا اخوي؟ اهلا وسهلا خي. صحة صحة بقى. الله يحفظك ويبارك فيك. شو اخباركم؟ نعم تفضل. والله نبي نسال الشيخ انا بنقول له علاش بقى الناس المتوسطين اما قصدي لما يمرضوا ما يحصلوش من يرفعهم للخارج يعينوا، بينما المسؤولين مجرد ما حتى يحصل برضة بسيطة تنقاطوا للخارج. هذه حتى هذه على الشيخ. قصدي حاجتين نفاعة يعني يقول لنا شنو. حاضر ان شاء الله هو لازم حاضر. في حاجة ثانية يا اخوي بالله عليك علاش انا ترى اني خشيت باسم مستعار قلت لهم على الاسم الحقيقي امس قداش حلقة نصل لم انا من مسلاتة باهي محمد من مسلاتة قصدي كل ما اخش باسمي الحقيقي يحطوا فيا في الانتظار ويسكروا عليا. ما انا ما نسمح لهمش انا ما نقدرش نقاطع الشيخ اني نكمل حديثه. لا قصدي نقصد انا في حديث. تزعلش يا محمد ان شاء الله رضوك. شكرا محمد بارك الله فيك. محمد مسلاته سامحنا بارك الله فيك. طبعا الاخت سناء يعني دارت مداخلك بارك الله فيها. انا وياك من اعتبرتنا من جرذان فبارك الله فيها يعني من الثوار ان شاء الله ربي يهديها الله يبي يهديها اطلعوا منها المربع هذا اطلعوا منها وانطلقوا البلاد كم وهذه صفحة جديدة. المهم لا ويا فمش الطريقة يعني الطريقة أعرف كيف حال يا شيخ وبعدين يا مفترية كذاب يا ربي يهديهم إن شاء الله. هل الإنسان يعني مش في حتى مستوى على الأقل يعني حد أدنى للذوق يفتقد صحيح. يفتقده الليبي والليبية بهذه الصورة يعني أين الحياة؟ المرة كان عندها حياة في بلادنا أين الحياة؟ صحيح. كيف ينتظر هذه الصورة؟ مليانين سيت معبين حتى الناس الصياع المجرمين ما يجي لعاد خصمه الله ما يديرها الصايع والله ما يسمحلاش الشيخ يوطي راسه ما تسمحلاش بيتيته ما تسمحلاش كذا مروته وفتوته تقول انت صح تقول انت مخطي ورايك كذا والمفروض كذا لكن غير هيك يعني كم مخطيك نفس المصدور احنا استبشرنا قلنا سمعنا اسم سناء قلنا هذا اسم ان شاء الله مبشر واذا بها المهم ربي يهديها المهم يهديها ولا هذا ولا يقدم ولا يؤخر قالتها ولم تقلها بالنسبه يعني على حد في الحسنات ان شاء الله لكن هي اساءت الى نفسها لم تسيء الى نفسها اي والله اي والله بارك الله فيك يا دكتور. دكتور الاخ رمضان عنده بنته ما شاء الله يعني من المتفوقات وجاب الترتيب الاول وصدر لها قرار بنت تكون معيده في الجامعه وصدر لها قرار افاده في الخارج لكن هي عزفت عن هذا التدريس في الجامعه بحكم الاختلاط وتشوف حرقه الوالد يعني بيشوف مهجه قلبه وثمره فؤاده ان هي تكون معيده واستاذه في الجامعه فكيف نتوازن مع هذا الوضع دكتور؟ هي القضيه الان هناك فتاوى تاتي من خارج البلد ومن جهات متعدده صحيح فتشتت الامور يعني بالامكان احنا الثوره لماذا قامت؟ قامت لانهاء الاوضاع الفاشله السابقه اللي كانت في الجامعه
للاسف لم يحصل اي تغيير. القضيه انت لم تاتي الى جامعه طرابلس هذه الان تضم، قيل لي تضم 80,000 طالب. شوف يعني هناك جامعه ب 80,000، هل تستطيع ان تسيطر على جامعه ب 80,000 طالب؟ الله اكبر، هذا شبه مستحيل. ولذلك زاد امر الجامعه سوء على ما كانت عليه. ما حد يقدر يضبط هذه المساله. امر طبعا الفساد المالي والاداري اللي الان يعني تضاعف على ما كان عليه، اصبح لا تستطيع ان تقضي اي مصلحه ولا تتخذ اي قرار في الجامعه ولا في غيرها. هو ليس الكلام مصدر الجامعه، لو ذهبت الى وزاره الصحه الى وزاره التعليم الى اي مؤسسه، الفساد المالي والاداري ازداد سوءا. احنا كنا نطمح ان الثوره بعد هالعامين يعني يكون هناك عندنا الضبط، لأن الثورة قامت لأهداف، منها الحفاظ على المجتمع وعلى الوطن وعلى الدين وعلى وحدة الناس وعلى في الجامعة يبقى أن يكون فيها أوضاع تدرس الأشياء هي السلبيات الموجودة فيها. يعني المرأة هل هي محترمة مصانة في الجامعة؟ الطالبات هل يقدر يحتفظن بكرامتهن وما حدش يعطي عليهن؟ ولا خش يمارك بحمارك والناس كلها كذا، واللي بيعمل شيء يعمل، كيف هذا؟ الغرض أن لو كان الناس تتفق على تحقيق هذه الأهداف وتطبقها في الجامعة وفي غير الجامعة، في فرصة للمرأة تشتغل معيدة وتشتغل دكتورة والطالبة الجميع يكسب، والجميع يكسب، والطالبة تدرس وهي باحترامها ولا أحد يتعرض لأذاها، في ضوابط شرعية محدودة يمكن تطبيقها، ليش مستحيلة ولا هي صعبة ولا تؤذي، بل بالعكس هي تزيد المرأة شرف واحترام وتكريم وتبجيل. فتطبق هذه القيود وهذه الحدود وتبقى المسألة للمرأة تؤدي كل وظيفة هي تقدر عليها. لكن القضية أن احنا لم نجد بادرة للإصلاح. فهذه المرأة أطلب منها، وهذه الفتاة أطلب منها، أن لا تشتغل بفتاة وتأتي من الخارج لا تعرف الوضع الليبي ولا تطبيقاته ولا كذا، فتأخذ الضوابط الشرعية لعمل المرأة في الأوضاع هذه الموجودة، تاخذ الضوابط لاي شيخ من العلماء اللي يعني يفهم هذا الاسلام وهذا الدين وهذا الشرع، الفهم السوي الصحيح الذي ليس فيه غلو وليس فيه تفريط، فتحت تحافظ على الضوابط وبالصحيح انت تدرس في الخارج او في الداخل وتشتغل بعيد وتشتغل دكتورة، لكن تحافظ على الضوابط المطلوبة منها فقط. هذا يا سلام، بارك الله فيك، هذه ان شاء الله وصلت الرساله لرمضان وغيرها، لان هذا السؤال يعني كرر فعلا. الفتاوى اللي من الخارج فيها فضفاضة عامة، الاختلاط حرام وبإطلاق، يغلق على الناس بعض مصالحهم، يقول لا تدرسوا في الجامعة، لا مش عارف ايه، هذه دولة علمانية، هذه دولة كافرة. بالله عليك. وللأسف الشيوخ اللي تصدر من هذه الفتاوى، أنا أريد أن أوجه هذا السؤال لعقول الناس اللي يأخذوا في هذه الفتاوى، الشيوخ اللي تصدر هذه الفتاوى هم أنفسهم يشتغلون في دول مثل دولتنا، لا فرق. الله. هي عضو في الأمم المتحدة، هي جامعاتها مختلطة، جامعاتها مختلطة، عندها بنوك ربوية، كل شيء الموجود عندها، واساتذة في الجامعة، عندها قوانين، عندها اساتذة في الجامعة، عندها دكتورات في الجامعة، عندها معيدات في الجامعة كلها، لكن تطبق تصدر هذه الفتاوى لبلادنا فقط ولا تطبقها على انفسهم. الله. اذا كانت الدولة كافرة ولا يجوز العمل فيها، فكيف انت ايها الشيخ تشتغل في تلك الدولة؟ لماذا؟ الله بارك الله فيك. عبد الله، يعني بعد سؤال أو يعني إظهار مشاعر تجاهك بارك الله فيه محبته لله، يقول الوضع فيه اختلافات وكذا، يرى أن المؤتمر اختلافات والمحاكات اللي بينهم يصدق عليهم قول الله تعالى، هو يريد من الشيخ يفسرها، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم شيعا كل حزب شيعا وكانوا شيعا كل حزب من بلادهم فرحون، سورة الروم. فهل يستقيم اسقاط الآية هذه على ما يحدث الآن يا دكتور؟ لا هو الآية ليست في هذا، يعني تفريق الدين، ولا أرى أن هؤلاء يفرقون الدين، لكن هؤلاء الناس الآن ممكن يرجعني لنقطة الانتخابات متاع لجنة 60. نعم. الذي أريده من الناس من باب النصيحة ألا يتم اختيار لجنة 60 على أساس حزبي، كما قلنا أنه لا ينبغي أن يتم الاختيار على أساس قبلي أو جهوي أو قرابة، ينبغي أيضا ألا الآن يتم هذا الاختيار على أساس حزبي، لأن الحزبية في بلادنا ثبت فشلها، وأن البلد غير مستعدة لهذا. صحيح. الأمر في الظرف الحاضر، عليهم أن يتخلوا من هذا و
يختار اختيار استقلالي لمن يراه كفؤا يؤدي الرسالة والمهمة كما ينبغي، بغض النظر من أي جهة وانتماء، لا يتقيد بهذا، لأن التقيد بالحزبية الآن جر علينا شر عظيم وبال كبير في المؤتمر الوطني، وأصبحت مصلحة البلد ومصلحة الدين ومصلحة الأمة ضاعت في التجاذبات التي بينهم. صحيح. فعندما تتفق مصالحهم على أمر ينصري يتفقون عليه، وعندما تختلف مصالحهم يتفرقون، وشيعا وأحزابا وخلافات كبيرة جدا، فضاعت تأخرت البلد، وذلك المؤتمر لأنه محتاج إلى وقت آخر بسبب أنه لم يستطع أن ينجز. ثم إن حتى التناقض الذي رأيناه، عدم نضج بالفعل، رأينا مثلا عندنا أكبر كتلتين في المؤتمر الوطني بسبب مثال التحالف والعدل والبناء، كل منهم في وقت من الأوقات جاء ظرف وقت غير مناسب فأعلن صراحة أنه حل الحزب، وأن الناس اللي يمثلونه لا يمثلونه الآن، وكل واحد يمثل نفسه أيوة. وقالها أيضا العدالة والبناء، انظرهم الآن ماذا صنعوا في الأسبوع الماضي، لأنهم في مسائل لم ترق لهم ومصالح هكذا، خرجوا جميعا كتلة واحدة كأنهم رجل واحد. أين قراركم الأول؟ مش قلتوا الآن كل واحد مستقل بنفسه؟ فالحزبية الآن أرى أنها سواء أيا كان اسم هذا الحزب، أرى الناس لا ينبغي أن يختاروا على هذا الأساس، لأن التجربة قاسية التي خضناها بمسألة الأحزاب. وعندما الناس ثقافة سلبية تجاه الأحزاب، زي ما ذكرت، نسأل الله أن توصل هذه الرسالة. دكتور الأخ محمد، يعني هو زكى كلامك لكن يقول مش عملي، أعطيني شيء عملي. رئيس حكومة لا عنده جيش، لا في جيش، لا في قوة، لا في، كيف نحل مشاكل يعني هذا الضعف اللي تمر به الدولة، ضعف في كل شيء. باي سؤالي، ما الذي منعه من الجيش؟ ما الذي منعه من إقامة الشرطة؟ تقول لي مال، المال موجود عنده، منعته جهة أخرى. هو لماذا اختاره الناس؟ لماذا اختاروا هذا دون غيره؟ نعم، لأن عنده نعم خطة، عنده برنامج، عنده قدرة نعم على أن يعني يمكن يستطيع في وسط هذه المشاكل الكبيرة واللي هي ليست مشاكل عادية، يستطيع أن يجد نفسه حلول فيها. فإذا هو عجز هكذا يفترض، لأن المسألة ليس بالأمر الهين. هو لما قدم هذه الحكومة وغيرها، حتى الحكومة السابقة لما تحملت المسؤولية، هل أمر مفاجأة بالنسبة لهم؟ ألا يعلمون أن البلد هي ثوار وأن فيها سلاح وأن فيها كذا؟ على الأقل لو كانت حكومة يعني أخذت بالأسباب لتوقف الأمر عند حد واحد، لكن حين نراه الآن يتدهور يزداد سوء، معنى أن ليس هناك أي محاولة. هذا الكلام. ولكن في النهاية أنت قدمت على هذا العمل، أي حكومة قدمت وترى أنها اللي قدمت عليه ليس مفاجأة بالنسبة لها. فإذا كانت عندك خطة وعندك قدرة وعندك رؤية وتستطيع، والله هذا يعني شيء تنال به أجر عظيم عند الله ومنزلة عند الناس ويذكر اسمك في التاريخ. لكن إذا عجزت لا ينبغي أن تتشبب وتتمسك بشيء أنت لا تقدر عليه، لأن كل إنسان له طاقة. صحيح. ليس هذا عيب، ليس عيبا فيه أن الإنسان يقول، بل بالعكس. إحنا عندنا في التخصصات قالوا من سئل وقال الله أعلم فقد أجاب، لا يعد هذا نقيصة فيه. وعندما قيل بعضهم من قال الله أعلم فقد أحرز نصف العلم، قال له الإمام أبو حنيفة إذن فليقولها مرتين حتى يحوز العلم كله. بس إيش المشكلة؟ الإنسان أسيته مهمة ومنصب وعجز لأن الأمر فوق طاقته فوق قدرته، هذا لا يعد عيب فيه. لكن يجب أن يمكن الناس اللي يقدروا ينقذ البلد، لأن الناس تشكو وتستغيث وتموت في كل مكان. كيف هذا؟ بالإضافة للفساد المالي والسرقات والإدارات الفاشلة الآن، والفساد الإداري هذا هو سبب كل المصائب. صحيح. اللي صحيح. بارك الله فيك دكتور. أخت أم أحمد، يعني ظاهرة يعني استحلال المال العام وسرقة المال العام، يعني أريد منك رسالة وتذكير الناس بخطورة اعتداء المال العام. للأسف هذا سببه التهاون في المال العام من المسؤولين. وإلا لو كان هناك ضبط وربط ما كان نصل إلى هذا الفساد. يمكن كل مجتمع فيه فئة من الناس 5% 10% يفسدون، ولكن يضبطون بالقانون ويخوفون ويحذرون ويضيق الشر في أضيق نطاق.
لكن عندما تعجز الجهات المسؤولة عن أن تعمل أمر تنظيمي، الآن احنا أمس في أمس الحاجة لي الأشياء الأسس الأولية التي يعني أستغرب كيف إلى حد الآن هي لا تزال ضائعة. ميزانية بالمليارات و70% منها 100 مليار هي مرتبات. هل يعقل، هل هناك إنسان عاقل ويحس بمسؤولية أن يستمر في سحب مرتبات بهذه الصورة دون أن يضبط من يستحق ومن لا يستحق؟ صحيح. لو افترض أن الإنسان عنده عمال في مصنع، هل عندما يريد أن يعطيه مرتبات في رأس الشهر أو رأس العام، هل كل من يأتيه ويقول أنا والله كنت في المصنع أنا بمرتب يعطيه؟ هل يعمل هذا الإنسان؟ سفيه بديه. يحجر عليه هذا. يحجر عليه، ما يعمل، ما في حد يعمل. يعمل منظومة حتى أخرهم شهر ولا كذا، يعمل منظومة، يعمل إثبات شخصية أنت من، فإذا وجده ممن يعمل ويعطي، إذا وجده يأخذ يأتي مرتب، يدخل من الباب هذا يأخذ مرتب، ثم يأتي من الباب الآخر يأخذ مرتب، والثالث والرابع والخامس، هو ما زال مستمر يعطيه. ويقول لي يعني ما عملش، ليش ما عملش منظومة لحد الآن؟ الحكومة السابقة والحكومة هذه لها الآن سنة كاملة. في هناك أشياء تحسها تعطيلها ماليش مبرر، تعطيلها كان يما أن تكون الشهر الأول الثاني. لا يجوز أبدا أن يعطي إنسان مال دون أن يتحقق من أن صاحبه يستحق، ولا يبقى الإنسان هو يتستر عليه ويبقى يعينه على السرقة، يعينه على كيف، لا يمكن هذا. فالآن لما الكرة الأرضية والناس علموها أكل حرام ويقول لك فلان ياخذ ولا يشتغل في ثلاث اماكن لا، وبعضهم يسوغ اول هذه حصتنا بالبترول، احنا شاركنا في الثوره ما حصلناش حاجه وكلها قاعده تاكل والبلاد رايحه ياكلون في بطونهم نارا. عمر رضي الله عنه سئل عن مال العام مال الدوله قال اشد من مال اليتيم. الله اكبر. اشد الله عز وجل في مال اليتيم ماذا قال؟ ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. عمر يقول المال العام مال الدولة أشد حرمة من مال اليتيم. الله أكبر. فانظر النبي صلى الله عليه وسلم سماه غلول، وذكر القرآن ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى عنقه بعير وعلى عنقه شاه وعلى عنقه بقرة وعلى عنقه صامت، يعني المال لسرقة صامت، الذهب والفضة والنقود يحملها هكذا أثقال على كاهله، ويأتي ويستغيث يا رسول الله أغثني يا رسول الله، أقول له لا أملك لك من الله شيء قد بلغتك، يتبرأ منه، نسأل الله لا ينفعه شيء. كيف هذا؟ الله أكبر. السؤال الأخير محمد مسلاته، يعني هو يشكو طبعا أنا عقبت يعني كل شيء على المفتي حتى اللي محصلش يطلع، ليش ما تحكونا ليش ما لا هذه موجودة، ليش ما يحكيش على كذا، ليش ما يحكيناش على المرور، يعني كأن الإفتاء هي رئاسة الدولة. اي وانا عندي كذا قدموا الطلب وما أعطونيش كذا، لا 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 مقصر معه يا شيخ. نسأل الله أن يسر أمره. هو فعلا يقول بعض اللي واصلين في الدولة ولهم علاقات يحصلوا خروج للخارج وبعثات طبية أو دراسة، ونحن الكادحين اللي ما عندنا حد يعني حسبنا ارواحنا نحصل وما حصلنا شيء. هذا صدق، هو هذا من الفساد الاداري. الفساد الاداري هو اساس كل طامه، كل ما ينزل بالبلد سبب والفساد الاداري. ليس عليه مسؤول واحد، ليس عليه مسؤول رئيس الحكومه ولا رئيس المؤتمر، مسؤول عليه كل مدير اداره، كل موظف، كل موظف في مكانه هو مسؤول عنه. الان انظر الناس، لو نظرت الى الصحه، الى التعليم، إلى البلدية، إلى البنوك، إلى أي جهة، تجد يعني كالمستجير من رمضائي بالنار. الله. الناس كانت تجد بعض الفرج في وزارة الصحة لأن قفلت أمام الأبواب، ما عندهم إلا تونس ولا الأردن ولا يموت ويدبره، ما يجيب له، حتى المستشفيات لا تقبل. مش ليس فقط هناك إهمال في المستشفى ولا ما لا ينظر، لا يفحصه أو لا يستقبله إنسان دكتور له قيمة ومستشار وكذا، لا لا هذا نسوه، بل هو لا يستطيع أن يتحصل على مكان في مستشفى، لا يقبله أبدا. هذا وصل السوء إلى هذه الحالة. مرة في هناك شخص أعرفه في غيبوبة وإغماء ويحتاج إلى الأكسجين، وأتوا به من الخارج يضعوا في سيارة إسعاف في المستشفى، وضعوا سيارة إسعاف من المستشفى عشان تأخذوا له مصحة لأن المستشفى مش قبله. فيفاجأ السائق، اسمع النكتة، يقول والله السيارة ما فيهاش بنزينة، فيش بنزينة سيارة الإسعاف ما فيش بنزينة. هل هناك بعد هذا الإهمال
وهذا التقصير وهذا التهاون في أرواح الناس يصل هذا الحد؟ هذا السائق ما عندهش ضمير، أين المسؤول عنه؟ أين الرئيسة؟ أين المديرة؟ هل يعقل سيارة مطافي ولا سيارة إسعاف تبقى واقفة في مكانها وين يحتاج يقول صاحبها ما عنديش بنزينة؟ هذا كلام مقبول؟ هذا انظر الفساد إلى أي حد وصل. الله المستعان نصر، خلاص الواحد ما أنا أجيب بنزين خلاص السيارة شو بدي ركب؟ نصر الله العافية. مش عارف الوقت انتهى ولا مازال ناخذوا جماعة الوقت انتهى وناخذوا جماعة الفيسو. طيب سامحونا يا جماعة الصفحة، إن شاء الله في حلقات قادمة بإذن الله تعالى نتناول أسئلتكم. بارك الله فيك فضيلة المفتي، ونسأل الله يكتب ذلك ميزان حسناتك ويعلي من مقامك. مشاهدينا الكرام، لا يسعنا في نهاية هذه الحلقة إلا أن أشكر وإياكم صاحب الفضيلة مفتي عام ليبيا الشيخ الصادق عبد الرحمن الغرياني، حتى الملتقى في حلقة جديدة بإذن الله تعالى. لكم مني أطيب المنى، هذا أسامة الصلابي يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر، لا إله